تعيش البشرية منذ زمن بعيد في مدن ملوثة تفتقد الفاعلية وتتجاهل الطبيعة، واليوم انطلقت ثورة حضارية ستغير كل ذلك. تخيل مدينة تقليدية يتركز سكانها في منطقة واحدة ويهدف تصميمها لحماية الطبيعة وتعزيزها. ستكون ذا لاين موطناً لتسعة ملايين نسمة، ستبنى على مساحة 34 كيلومتراً مربعاً فقط، وسنصمم ذلك لنوفر معيشة استثنائية أولوياتها الصحة والاستدامة. ستتوزع مجتمعات ذا لاين على ثلاثة أبعاد، وسيصل السكان إلى احتياجاتهم اليومية في 5 دقائق مشياً داخل الأحياء. وببنية تحتية فريدة، لن يتجاوز التنقل بين أقصى نقطتين 20 دقيقة في رحلة خالية من السيارات وانبعاثات الكربون. وسيجعل الذكاء الاصطناعي جميع الخدمات ذاتية لحفظ الوقت والجهد. مدينة صممها ألمع العقول المعمارية حول العالم، ب500 متر ارتفاعاً و200 متر عرضاً، على امتداد 170 كيلومتراً، بواجهة زجاجية من المرايا تتألق بهاء. وستضمن حلول ذا لاين الذكية كفاءة عالية ومناخاً محلياً معتدلاً على مدار العام، مع حركة هواء طبيعية تمدها طاقة ومياه متجددة بنسبة 100%. ويمثل تصميم ذا لاين سلسلة مجتمعات فريدة تضم عدداً كبيراً من المرافق، بإطلالات ساحرة ووصول مباشر لمناطق الطبيعة المحيطة. موقع يبعد 6 ساعات جواً عن 40% من سكان العالم، ملتقاً لطرق التجارة العالمية، ومكان لازدهار الأعمال والمجتمعات لم يشهد العالم مثيلاً له. ذا لاين، مدينة فيها إبداعات تثري العالم.